أنا بالمزي 86 مدرسة ببيتي. هذا البيت أنا مشتريته من حوالي 10 سنين، يعني بعز الأحداث كنت مشتريه هون. مثل ماكم شايفين هون من عندي مع الشباك حاطت كنبايات كرمال يسهر كل يوم، بيجي هون بلم شلة وبيجي بيسهر هون قدامي، وأنا ما عندي منفس غير هالشباك. إجا وصار يهددهم ويعيط علي، وطلعت معه كمان كلمة إنه أنا ضابط وانتو جايين عم تهدوا لضابط كرمال وحدة سنية. عرفتوا كيف؟ نحنا لهون وصلنا. انا جاي تعيرني هون، نحنا بسوريا جاي تعيرني انه انت سنية، انت هلأ قلت لي قدام البلدية وقدام الكل قلت لي انتو جايين تهدوا انا ضابط وانتو جايين تهدين كرمال وحدة سنية لأن سنية. انا ليش عم تروحوا تشتكوا عليها؟ هلا هاي المحل اللي اخذت هون افتحوا لقبري بلعنوا لأبوك ولا؟ بلعنوا لأبوك. هلا انت شو بتقربي؟ ما بقربك بس بدي استأجر، بدي استأجر هون. ليكي ولا امي محمد؟ ليكي ولا امي محمد؟ بعدمك اذا بتقربي علي، بعدمك بربطك هون بفتح لك قبر. ما مرة هجمتي علي هون ضربتيني. ما دخلك في ربي. بك سؤال، ما انت ما دخلك في ربي اللي خلقني بالساعة اللي جيتي فيها على 86 ولا؟ انا بنت 86 هون. فهمتي ولا لا؟ على فكرة هذا المسن هون بالمزة. هذه اللي اجت ما تصرخ علي وهجمت بدها تضربني، هي سبق واجت ضربتني بالحجاره بجيبوها، بيعرفوا انه ما لي حدا هون بالمزي كلياتها بيروحوا بيجيبوها لهي كل مره. بس هذا الفيديو ان شاء الله بيوصل لرئيس الفرع 215 اللي هو اسمه اسامه، عميد اسامه، وهو كثير منيح ومحترم واستقبلني قبل مره. نحن حمينا الدولة الحمد لله يا ربي 10 سنين والدولة ما حسنا بتحمينا ولا أي أقل قد، وأنا مسؤولة على كلامي. البيت دنيا، روحوا اسألوا عني بكل العالم، لو محامية ومعي ماجستير قانون دولي، وين المحافظة وين البلدية وين الأمن وين الشرطة؟ وبيقولوا ليش العالم ما تدبح بعضها وليش العالم ما تقتل بعضها؟